مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث. دلوقتي في أي خدمة يرفع إيده، اللي بيخدم حاليا في أي خدمة يرفع إيده. أوكي، حلو خالص. طيب سؤال تاني، مين من زمان وهو صغير كان مرتبط بأحد الخدام بتوعه ارتباط وثيق؟ مين جرب ان واحد يكون قريب من الخادم بتاعه قوي؟ تمام، اوكي، مش الكل يعني. طيب ربنا يدينا النهارده نتكلم عن فكره الخدمه الفرديه. ايه هي الخدمه الفرديه؟ هي من اسمها عدد المخدومين كام؟ واحد. واحد تفرق عن خدمه مدارس الاحد الجماعيه، ان في فصل بيجي واحنا بنقعد قدام الفصل كله. شكلها ايه بقى الخدمة الفردية دي؟ حد يقول لي مثلا كده شكلها او القالب بتاعها ايه؟ هل مثلا نعم؟ لا، انا بتكلم على شكلها ايه؟ يعني مثلا بتقابل معاه في الكنيسة، مثلا بنقرأ مع بعض انجيل، بنفسر حتة في الكتاب المقدس، او بتناقش معاه عن مشاكله، ولا هي زيارة في البيت؟ ما كل ده فردية. لا، أنا بقوله ده فردي، كله فردي. ولا هل مثلا قابله في الشارع برا؟ ولا طب ماشي، حاضر، واحدة واحدة. طب مثلا نطلع ناكل سوا مع بعض أكلة، مثلا أقابله في يوم العيد كده وهو لابس الهدوم الجديدة وأنا لابس الجلابية الجديدة ونطلع، صح؟ إيه؟ هل ليها قالب معين؟ طب ايه من اللي انا قلته ده هو القالب الصح؟ ايه الشكل؟ ايه من الحاجات اللي انا قلتها دي؟ وفي حاجات تانية ما قلتهاش يعني؟ نعم؟ انا بتكلم بقى شكلها ايه؟ يعني انا هو محتاجني اعمل له ايه دلوقتي؟ اروح له زياره ولا اتصل بيه ولا ابعت له رساله ولا نطلع انا وهو نخرج؟ بس هو السؤال ده لو فهمناه الباب هيتفتح شويه. اتفضل. حاضر حاضر. نعم، المقابله الشخصيه ايا كان المكان، صح؟ اتفضل. في الكنيسه، اجيبه في الكنيسه. حسب الحال. اوكي، حسب حالته هو ولا حسب حالتي انا؟ حالته هو. طيب جميل. على فكره احنا كلنا بنتجه في اتجاه واحد مع بعض، دي حاجه جميله قوي. تعالوا نشوف المسيح كان بيخدم خدمه فرديه ازاي، واحنا هنعرف على طول الاجابه بتاعت السؤال ده، ايه شكل الخدمه الفرديه يكون ازاي. السيد المسيح لما خرج للسامريه جابها الكنيسه، جابها المجمع يتكلم معاها، ايه شكل القالب بتاع الخدمه الفرديه؟ كان عايز يشرب، بالبلدي عايز يشرب، قال لا بس اديني شويه ماء. ايه الشكل ده؟ غريب قوي، ما درسناهوش قبل كده في الكورسات بتاعتنا، ان حد يقول للتاني اديني شويه ماء ولا اديني سندوتش. دي اسمها خدمه فرديه. ما هي دي الشكل. الشكل جوه ايه؟ كان في مقابله. جوه الشكل ده كان في مقابله. يعني انا ممكن اتخيل ان الخدمه الفرديه هي ان انا ادخل الولد في قالب، لازم يسمع كلامي، لازم يجي مدارس الاحد، او الشاب الكبير لازم نتفق مع على الثلاث وخميس في الكنيسه فيجيني فبخدمه بقى خدمه فرديه، لو جالي يوم من الاربع مش هخدمه. لا، سيد المسيح كسر كل القوالب وخرج، قابل واحده في الطريق، وقابل واحد وهو بيشتغل شغل غلط وقال له عايزك، كان اسمه متى. قال له تعال عايزك، وهو شغال دلوقتي في الضرائب، والضرائب دي كانت شبهه، كانت شغلانه مش قد كده، كان اسمهم العشارين كده، كانوا دايما يقترنوا مع الخطاه في الوصف، عشارين والخطاه. فهو قال له عايزك. واحد تاني
وهو ماشي في في الشارع كده لقطه من فوق الشجره قال له تعال عايزك، صح كده؟ شويه تانيين قابلهم المسيح وهم عند القبور في المقابر، زي كان في واحد مثلا عليه شياطين في المقابر، صح؟ اللي هو كان عليه شياطين كتير اسمهم لاجئون او جيشين، وقعد معاه وخدمه وهكذا. وكل اللي يتقابل مع المسيح في اي حته كان يتلامس معاه. ممكن المسيح ياخد تلاميذه يطلع بيهم على الجبل تبقى خدمه فرديه، وممكن المسيح يقعد بيهم في السفينه خدمه فرديه. مفيش قالب للخدمه الفرديه، عشان بس ما نتخيلش ان مدرسه احد فقط او الاجتماع فقط او الزياره فقط. لا، ما دام حطينا عينينا على الخدمة المفروض نكون مستعدين طول الوقت في ال 24 ساعة بأي شكل من الأشكال إن احنا نتقابل هذه المقابلة الفردية. ولكن احنا كده عرفنا إن ملهاش قالب، وعرفنا كمان أو لسه هنعرف كمان إن الشرط الأول لإن الخادم يخدم خدمة فردية إن هو في الأول يكون دقها، الأول يكون داء الخدمة الفردية. اتخدم خدمة فردية، مش شرط يكون الخدمة الفردية من خادم معين. عشان كده سألت في الأول مين كان قريب من الخادم بتاعه، صحيح؟ في ناس كانت قريبة، لكن في ناس ما كانتش قريبة. هل دي معناها ان ما تقدرش تخدم خدمة فردية؟ لا، الحقيقة تقدر. ازاي؟ الخدمة الفردية هي ان انا اكون اصلا لقيت المسيح في مقابلة فردية بيني وبين المسيح. لو انا خادم او جاي اخدم وانا الحقيقة لسه ما عملتش المقابلة الفردية بتاعتي انا والمسيح، هقابل الناس اقول لهم ايه؟ ما هو فقد الشيء لا يعطيه. انا هجيب شاب بعيد عن ربنا مثلا، انا يعني هشمر واقول له تعالى ما اعرفك. اعرفك ايه؟ هو انا دقت. ففي الاصل ان انا لازم الاول ادوق القعدة الفردية مع الله، وبعد كده اطلع اقول لهم طعمها ايه. اقول للولاد او البنات او اي حد المسيح حلو ازاي. اقول له انا كنت مجرب زيك ابقى شايل الهم، وفعلا ربنا شاله من عليا ازاي. ما هو اذا كنت انا النهاردة داخل على الخدمة الفردية ان انا مثلا قريت درست خدت كورس معايا شهادة، الحقيقة انا مش عارف اخدم خدمة فردية. ملاش حل غير ان انا اتقابل مع المسيح كل شوية وهو يسكب عليا وما انا اسكب على المخدوم. ولو انا النهاردة ما تقابلتش المقابلة الفردية دي، انا الحقيقة ممكن احاول، لكن المحاولة ممكن بدرجة قد ايه تنجح؟ ما اعتقدش فيها فرصة كبيرة انها تنجح. حتى لو كنت انا عندي مهارات، حتى لو كنت انا شاطر في الكلام، بعرف اضحك، بعرف العب، بعرف اهزر، شيق في الكلام، برضو مهاراتي دي مش هتخدم خدمة فردية. حتى لو كنت عالم ودارس وقاري، عايز اقول لكم الدليل ان المقابلة الشخصية مع المسيح هي الوحيدة اللي بتجيب نتيجة، ان ناس كتير من الخدام الدارسين والعلماء الكنسيين اصحاب الدراسات العميقة أولادهم هم نفسهم بيحتاجوا خادم فردي. فلو كان الأب يكفي جدا دراسته كان خدم ابنه، لكن الحقيقة إيه؟ كان الأب الابن محتاج واحد قابل المسيح، صح؟ فاهمين؟ معناه إن أنا محتاج قبل أي حاجة إن أنا أقعد مع ربنا أعداد فردية باستمرار، وإلا أنا مش هقدر أدي لحد أي حاجة. ولو ما كنتش مركز في علاقتي الشخصية دي وصلاتي الفردية بيني وبين ربنا، الحقيقة أنا هأبدع إبداع عجيب جدا ملوش دعوة بربنا. هاخد الولاد معايا في أي حتة إلا عند ربنا. إنما الواحد اللي بيكون عامل زي المغناطيس كده، يعني إيه؟ يقول كده عروس النشيب بتقول إيه؟ ربي اكذبني وراك فنجري. طب انت شدتني قمت انا شد الباقي ازاي؟ بقوتك انت اللي بتشدني، فلازم اكون انا مربوط بيك الاول.
المغناطيس اللي بيني وبينك أقوى، فبيشد كل المسامير المحوطني دول. ولو أنا النهاردة ماليش علاقة بيك الحقيقة، هيرتبطوا بي ارتباط مؤقت، ارتباط مؤقت. وعشان كده ساعات كتير بيحصل انحراف بعد فترة، إن بعض المخدومين سلوكهم مش بيتعدل. يعني مع الخدمة باستمرار من أحد الخدام، يكون الخادم بيتكلم في المسل والحاجات الأخلاق العالية والحاجات الصح والمفروض ومش المفروض، ولكن الولد مش بيتغير خالص. ولكن في واحد تاني ممكن خادم يكون من مقابلتين ثلاثة، والولد انجذب جدا جدا وبقى مبسوط جدا وحياته ابتدت تبان فيها النعمة. ايه اللي حصل؟ ده واحد خادم واقف بيصلي، بيركع على ركبه كل يوم، بيصرخ لربنا يقول له رب اديني عشان انا فاضي، ومن فضلك من غيرك مش عارف اعمل خدمة، وادخل معايا في الخدمة، وايدي على ايدك ورجلك على رجلك، واذا ما كنتش ان لم تسر بوجهك امامنا لن فلا تصعدنا من هون، زي ما موسى قال لربنا على الجبل، قال له ان لم تسر بوجهك امامنا فلا، اذا ما دخلتش معايا المقابلة بتاعت الولد دي انا مش رايح. والواحد يقف قدام ربنا كده يصرخ قبل اي حاجة. اوكي، كده احنا عرفنا حاجتين: الخدمة الفردية ملهاش قالب، تاني حاجة الخدمة الفردية تعتمد على المقابلة الفردية اللي بين الخادم وبين ربنا في الاول. ندخل بقى بالبلدي كده، لو انا مخدوم عايز الاقي ايه في الخادم الفردي بتاعي؟ نفسي الاقي ايه؟ يسمعني، صحيح، لان انا ممكن اكون عندي كمية يعني كلام كبير عايز افضيه، والحقيقة انا دايما الناس بتقابلني هي كمان بكلام فانا مش بتكلم، صحيح. واحنا الحقيقة بنتسرع كتير ان احنا بناخد راس الموضوع وننطلق. يعني مثلا ولد قال لي ايه؟ انا خايف قوي يا استاذ. لا يا حبيبي، الخوف خطي على طول. بقى انا ايه؟ ضربت الكورة على طول بسرعة، ما استنيتش ما افهم خايف من ايه وايه مستوى الخوف اللي عنده، ومين اللي قال ان خوفه خطية. واحد تاني يقول انا زعلان جدا من ربنا. اقول له كده كده برضو تزعل من ربنا؟ يزعل هو كمان منك؟ لا حرام. هو انت سمعت حاجة زعلان من ربنا؟ ده ممكن هو في علاقته بربنا يكون احسن مني انا اصلا، انا محتاج اسمع. انا محتاج ان انا كخادم فردي او خادم ناوي اخدم خدمة فردية يكون عندي وقت للاستماع. الوقت ده مهم جدا. السيد المسيح في عنده 12 سنة راح الهيكل، اتنسى من العذراء ويوسف النجار بالغلط، يعني مش قصدهم، ولكن لما رجعوا يدوروا عليه لقوه فين؟ في الهيكل قاعد بيعمل ايه بقى؟ مكتوب ايه في الكتاب؟ لا مش بيحاوره، مش مكتوبة يحاورهم، دي اللفظين اللي مكتوبين، ها؟ يسمعهم ويسألهم. تاني دوروا عليها. يسمعهم ويسألهم. يعني ايه يسمعهم ويسألهم؟ هو الحي بيسمع زي الخادم الفردي كده، المفروض يعمل ايه؟ سميع، يسمع. والمسيح بس يستفز الافكار بتاعتهم في فكرة صغيرة، ها سؤال صغير كده، فهم يتحمسوا في الكلام ويتكلموا، وهو يرجع تاني يسمع، وهما لما يتكلموا ينبسطوا ان هما طلعوا، ها اول مرة حد يقول لهم ايه؟ كلموا براحتكم. فالمسيح بالرغم ان عنده 12 سنة انما كان عنده اذن جيدة للاستماع، وعشان كده استعجبوا جدا، منبهرين بيه، منبهرين بيه. تخيلوا الست العذراء ويوسف النجار مشيوا مسيرة 3 ايام، مش مشوار ورجعوا، يعني مش ساعتين ورجعوا، يعني المقابلة بين المسيح وبين الشيوخ اللي في الهيكل ما كانتش ساعة ولا اتنين، ده كانت اكتر من يوم. ولو حسبنا ان الثلاث ايام دي يوم ونص رايح ويوم ونص راجع، يبقى المسيح قاعد معهم يوم ونص، فيها كام ساعة نوم؟ طب باقي السواعي قد ايه؟ وطول الوقت هم عمالين يتكلموا، والمسيح عنده اذن جيدة للاستماع. عشان كده الخادم الجميل الجيد بيبقى حماية نفسية كمان. يعني ممكن الخادم الفردي في وقت من الأوقات يرحم الولد من اللفلفة على الدكاترة النفسيين،
لان ممكن يكون الخادم طلع الطاقة وطلع الكلام وطلع الحزن وطلع الخوف وطلع كل حاجة سلبية من جوه الولد بهدوء شديد جدا، لكن الولد لو ما لقاش هذه الأذن المستمعة يطلع يلفلف هنا وهنا وهنا ونفسه يلاقي في الآخر يقول لك أنا عايز أروح لدكتور. فاهمين؟ صدقوني كآباء كهنة جزء كبير من الاعترافات هي مش اعترافات، جزء كبير من الاعترافات هي جلسات استماع، لأن اللي جاي يعترف ممكن يكون متضايق من حاجة لكن مش عنده خطية معينة، لكن هو جاي متضايق عايز يفضفض. فساعات كتير أبونا يبقى قاعد بيسمع، صحيح بيبقى الوقت محدود جدا لأن لو في ناس كتيرة هيقول له خلص، بس يبقى فعلا أبونا بالنارين، الأخ ده أو الأخت دي محتاجة تفضفض وأنا لازم أسمع. عشان كده الخادم الفردي بيبقى جميل جدا في ان هو عنده اذن للاستماع. وعشان كده القديس يعقوب الرسول في الرساله يقول ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم ومبطئا في الغضب. مسرعا في الاستماع يعني بس مش اي استماع، يعني ما هو ممكن يكون في مسك سيره او نميمه او اي حاجه مش هي دي اللي انا اسمعها بشغف، لا انا اسمع كل حاجة محتاجها الشخص ده. يبقى أنا كده أكون عندي إيه؟ أذن للاستماع. رقم اتنين، لازم يكون عارفني. يعني معلش أنا هجري شوي، لازم يكون الخادم عارفني عشان أقبله، وإلا لو الخادم ده مش عارفني وجاي بس يقول لي كلمتين مش هينفع فيها الخدمة الفردية. زي بالظبط غلطة شهيرة بيقع فيها الآباء والأمهات، ان يكونوا بيكلموا الاستاذ في التليفون والولد قاعد قدامهم، يا مستر الولد ما بيسمعش الكلام، خد قول له كلمتين ويدوا التليفون. طبعا انسوا ان الولد يسمع اي حاجه ويقبل اي حاجه، خلاص بقى انت يعني هتديني حقنه في التليفون؟ يعني في حاجه هتكب في ودني كلمه سحريه مثلا؟ مش عارف. وهو ما فهمش حاجه، الولد متضايق ليه؟ ما هو ممكن الاب والام هم يكونوا غلطانين اصلا. يعني طبعا الخادم بيبقى مزنوق زنقه صعب. عشان كده لما بيكون الخادم عارف المخدوم، عارف المخدوم فهمه، انا عارف الولد ده مميز جدا. ليه؟ لان هو حساس مثلا بيزعل من الاهانه، طب واصحابه بيتريقوا عليه وبيهزروا كتير بالشتايم وهو بيتضايق جدا فقعد لوحده، اي حد تاني غيري كخادم هيقول على الواد ده منطوي، انا الوحيد اللي خادم فهمه هقول لا 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 مش منطوي، الولد ده بس حساس تجاه الكلمات اللي فيها إهانة. ياخد الولد من ايده يطلعه في وسط مجموعة ولاد تانيين مؤدبين، الولد ينطلق. ليه؟ لان الخادم ايه؟ فاهم، عارف، اعرف خاصتي، خاصتي تعرفني. المسيح يقول كده، اعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. طبعا لو انا النهارده مش عارف وبتخيل ان انا عارف، ممكن اخد ادويه ملهاش دعوه بالمريض، فالمريض بدل ما يخف يعيا اكتر. زي بالظبط اي اب وام مش عارفين عيالهم، تعالى يا ابونا صلي له في البيت، تعالى صلي له ورش شويه ميه. ايه القصه يعني؟ اصل الولد مش عارف بيعمل ايه وبيسوي ايه لازم تصلي له. انا قلت له لازم اجيب لك ابونا. طيب هل الولد في الوقت ده محتاج صلاه طقسيه؟ يعني رفع بخور مثلا ورش ميه؟ هو الولد ده محتاج كده؟ عشان كده ساعات يعني تلاقي الاباء والامهات جايبين العيال اول ما يتضايقوا نفسيا كده يلفوا بيهم على الاديوره كما لو كان عليهم شياطين، يشوفوا اي حد من الاباء عنده موهبه ولا حاجه علشان ايه صلي له. ما هم مش عارفين ان الولد متضايق من طبعهم، فبياخدوا دواء مش بتاعه فالولد بيتنكس. الخادم الفردي هو الوحيد اللي فاهم، انا عارف الولد ده، انا عارف. يعني مثلا في واحد يقول لك ايه، انا اعرف فلان صاحبي ده من عينه، ابص له كده افهم هو فيه انت متضايق النهارده. الخادم الفردي شبه كده شويه، يدخل في محبة بينه وبين المخدوم وفهم
يقول لك انا عارف انت النهارده ايه ما حلتش حلو في الامتحان ولا ايه؟ قال له اه، بس هي دي السبب. يقول له بس خلاص ما تخافش بقى يا عم روق. اي حد تاني ممكن يقول له انت ما صليتش، انت لازم تحضر قداسات. حلو جدا الصلاه والقداسات، بس هو الولد ده دلوقتي محتاج ايه؟ تشجيع، لان هو عك في الامتحان. فانا النهارده لازم ابقى فاهم انا داخل اقول لمين، اقول له ايه، مش اي حاجه وخلاص. يعني ساعات الخادم يطلع من بيتهم محضر حته في الكتاب المقدس لازم يقولها، يعني لازم يقولها. يعني انا حضرت يوحنا 6 فهتكلم عن المناوله، يعني هتكلم عن المناوله، فيطلع الولد يعني في موضوع تاني فلازم اقول له حته المناوله، يطلع الولد مكتوم، مش حدش فهمني، محدش حاسس بيا. طبعا لو قال محدش فهمني محدش حاسس بيا هيلوموه على طول، يا ابني الاستاذ جالك، يا حبيبي الاستاذ جالك، اسمع الكلام ما فيش. فهو طبعا الولد هيكتم خالص، مش هيتكلم، يحاول يهز راسه وخلاص عشان يطبع الاستاذ يقول له ايه، اه ايوه ايوه استاذ، حاضر حاضر هتناول حاضر، لكن برضه ستيل هو ايه مرتاحش. عشان كده الخادم الفاهم ده جميل خالص، جميل خالص. دي محتاجه ايه؟ محتاجه الصفه اللي جايه كمان. الصفه اللي جايه هو ان الخادم لازم يكون محب جدا بالرغم من عيوب المخدوم، محب جدا بالرغم من عيوب المخدوم. عايز اسال سؤال، السيد المسيح في مقابلته مع السامريه كلم السامريه بمنتهى اللطف ومنتهى الجمال، وهي كانت متخيله ان واحد غريب ما يعرفهاش، وقالت له كده انا شايفه ان انت غريب، يعني انت مش من هنا، مش من المنطقه دي، غريب. هي مطمنه ومحدش عارفها. فبعد شويه المسيح قال لها ايوه، كان ليكي 5 ازواج والذي معك الان هو ايه؟ ليس زوجك. الله، وانت عارفني. الحقيقه ان السامريه في اللحظه دي اتاثرت جدا. عارفين ليه؟ مش لان هو عارفها، لا، لان هو عاملها حلو بالرغم من ان هو عارفها. طبعا ده كان المفروض يبقى قافل منها، بيعاملها من بعيد، دي واحده ماشيه في الخطيه، لكن المسيح عاملها بمنتهى الحب بالرغم من ان هي ايه غلطانه وفي منتهى الخطيه. عشان كده كانت السامريه بتحبه جدا، فرحانه جدا، وتركت الجره وراحت للناس قالت لهم تعالوا انسان، وراحت له تاني وجابت له الناس فرحانه، اصل طلع بيحبني وانا وحشه. عشان كده المسيح يقول ايه عن المسيح؟ يقول ان المسيح احبنا ونحن بعد خطاه، واحنا وحشين. لما الخادم يقول للمخدوم خليك حلو عشان احبك، خليك حلو علشان احبك، ده كده مش هينفع خدمه فرديه، ده خالص خالص. ليه؟ لان المفروض يحبني وانا وحش. عشان كده برضو الاب والام حبهم يختلف عن اي حب تاني، ان كل الناس لو قابلت الولاد وهم وحشين هيبعدوا عنهم الا الاب والام. الاب والام حتى بالرغم ان ولادهم وحشين لكن بيحبوهم، ما ده بابا وماما بقى. الخادم الفردي كده يكون عارف ان الواد ده بيشرب سجاير، والواد ده بيعكس بنات، والواد ده بلطجي بتاع خناقات، والواد ده مش عارف ايه. ولما يقابله قابله بالحضن منتهى الاحترام، مش تمثيل، مش بيرسم وشه عشان يبان ابدا، حب يعني حب. وعشان كده الابن الضال انهار جدا في الحضن بتاع ابوه وهو راجع، يقول لك ابوه قبل ما يتكلم قبل ما يقول له حاجه وقع على عنقه ايه وقبل. بعد كده الولد قال له اخطات، يعني الولد الابن الضال يعني ما قالش حاجه لسه، هيقول اهو، بس قبل ما يقول اتفاجئ بالحب وهو وحش بعبله كده، قام واخده بالحضن. الخدمه الفرديه شبه كده، يكون الولد اللي هو او البنت عارفين ان هم مثلا ايه يعني بعاد عن ربنا، ومين هيقعد معايا ومين هيقبلني، ولكن واثقين في ان الاستاذ ده او المس دي حتى لو كنت عامله ايه وكلمتها هتقبلني، انا عارف. يلف ويلف وماليش غير الاستاذ فلان، انا عارف الاستاذ فلان، انا عارفه هيقبلني. وعشان كده
تلاقي في عيال لما تيجي تطفش من بيتها، دي في حالات يعني كده تطفش من بيتها، تقف على باب العمارة بتاع الخادم تستنى الأستاذ وهو راجع من الشغل، ما هو طهقان من بيته وما فيش حد هيفهمه غير الخادم، والخادم هياخده يستقبله ويروحه بيته بعد ما يهدى خالص ان هو قابله. والخادم يحنن قلب الأب يقول له كده من فضلك اقبل ابنك، دخله بس ما تنيموش بره عشان خاطري. والولد يطمن ان في واحد بيحبه، الخادم. عشان كده الخادم الفردي ده لازم يكون قلبه عمران حب، عمران حب، مش بس بيحب كده محبة شكلية صورية، لازم يبقى عمران حب. كمان ان الخادم بتاع الخدمة الفردية برضو لازم يكون مستعد انه يخدم في اي وقت، حتى لو كان الوقت ده شوية معلش صعب شوية. انا مش معنى كده ان الخادم يضيع حياته ويضيع بيته ويضيع خصوصيته ويبوظ شغله عشان الخدمة، ولكن في توازن يعني، بس بحكمة. يعني الولد دلوقتي عايزني، طيب خلاص انا عارف ان الوقت ده يعني انا مش هقدر اروح له فيه، بس خليه معاه بالتليفون، يعني انا لازم اخدمه باي شكل، وبعد كده هقول له بكره الصبح انا جاي لك. ده المهم هو يطمن بس ان انا برد عليه، هو يطمن ان انا برد عليه. في نقطه كمان معلش انا طولت، الخادم المفروض يكون واخد باله كويس ان هو بيربط المخدوم بيه ولا بربنا؟ المفروض بربنا. لكن الحقيقة من كتر المقابلات أو من العلاقة اللي بتبقى في الخدمة الفردية يعني زي ما تقول بيتصاحبوا لدرجة بيتنسي ربنا نفسه. فمن وسط الكلام كده لو كان الخادم كل كلامه أو باين في كلامه الملح، أو زي ما المسيح قال ليكن كلامكم مملحا، يعني في كلام عن الله، الولد أوتوماتيك هيتربط بمين؟ بربنا. انما لو الخادم علشان خاطر الولد يقبله هم واخده معاه بقى في الهزار والهيصه ويقعد معاه هنا وهنا وهنا ويقول لا اصلا مش هكلمه عن ربنا عشان ما يمشيش ويسيبني، لان ساعات بعض الخدام تخاف تتكسف تتكلم عن ربنا لحسن الولد يقول لك ايه الخادم ده مقفل وهيمسكني، فالخادم يكون خايف يتكلم عن ربنا كما لو كان ايه يعني حاجه صعبه ازاي يعني. تفضلي. أشكرك. الموضوع بتاع ان احنا يعني نخاف لدرجة ان احنا ما نقربش لحسن الولاد يتعلقوا بينا، ده التطرف اليمين، وعكسه هو التطرف الشمال برضو ايه، ان احنا نقرب قوي 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 وننسى ربنا. الاتنين غلط. لا نخاف ونكش لدرجة ولا لا 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 لحسن يقربوا مني لحسن يتعلقوا بي، ولا في نفس الوقت نقرب ونشيل كل الفواصل ونلزق لهم لزقه بغيرها والعيال ما يعرفوش يطلعوا مني. الاثنين ايه؟ الاثنين غلط. عشان كده الحكمه مطلوبه. وغالبا الخادم اللي بيمشي بارشاد اب الاعتراف مظبوط وارشاد الامين او ارشاد بتاع الكاهن اللي ماسك الخدمه بيعرف امتى يفرمل كذا وبيعرف امتى يزود في كذا، يظبط السرعه. حاضر حاضر. حتة الثقة معلش، ممكن الثقة تكون موجودة بيني وبين المخدوم لكن أنا مش سجن للمخدوم. إزاي؟ لازم الخادم يكون واعي
ان هو نفسه مش هيقدر يكون فاضي طول العمر. يعني انا النهارده في السنه دي ماشي انا متاح، لكن افرضوا في التوزيع بتاع الخدمه توزعت السنه الجايه لمرحله تانية، طب الولاد المتعلقين بيا لوحدي دول ايه؟ ما هيضيعوا. بقى انا ساعتها بقى افضل اتخانق، لا انا عايز الفصل بتاعي، لا مش، او يفضل الامنه يقول لك لا سيب الفصل. لازم الخادم يبقى واعي ان هو مش هيقدر يكمل طول العمر مع نفس الايه المخدومين. فيعمل ايه الخادم بشطاره؟ اثناء ما هو بيتعامل يقابل المخدوم بخدام تانيين كتير، ويكون عارف النوعيه بتاعت الخادم التاني اللي يقدر يتعامل مع الولد ده ويقرب من ده لده كل شويه. زي مين عمل؟ يوحنا المعمدان كان عارف ان هو هيستشهد بعد شويه، وهو مسجون عمل حاجه، جاب التلاميذ بتوعه قال لهم بصوا روحوا اسالوا يسوع ده سؤالين كده. طبعا هو مش عايز يعرف اجابات السؤالين الاسئله لان هو عارف طبعا، بس هو ايه صناره او بيلزقهم للمسيح باي شكل عشان يقابلوه. ولما راحوا قابلوا المسيح سالوه انت الاتي ام ننتظر اخر؟ فقال لهم تعالوا شوفوا شوفوا. قعد يتفرج معاهم وقعدوا معاه اليوم كله لحد ما لقوا ايه؟ العمي يبصرون والعرج يمشون والموتى يقومون. طول اليوم عمالين يشوفوا اعمال الله العظيمه، فانجذبوا لمين؟ للمسيح. وعشان كده لما يوحنا استشهد التلاميذ بتوع يوحنا بقوا تلاميذ مين؟ المسيح. هي كده لما اكون انا النهارده واخد بالي. يعني ممكن يكون الخادم مبسوط جدا ان في ثقه، لكن يقلق برضو ان هو في يوم من الايام ممكن يبقى مشغول. نمسك العصايه من النص، اتفضلي. لا علي صوتك، انت في نص الكنيسه. انا بس عايز اركز تاني ان انا جاي اتكلم على الخدمه الفرديه، انا مش عايز اتكلم عن تقسيمات الخدمه، الموضوع يتشعب مننا ونخرج بره التركيز بتاعنا. يمكن لو نقعد مع حضرتك لوحدينا بعد ما الموضوع الاجتماع يخلص نتكلم براحتنا، لكن تعالوا نركز تاني في موضوع الخدمه الفرديه. اتفضل. معلش الصوت عشان بس ابقى هقول لحضرتك حاجة لطيفة خالص. حاضر. أنا آسف إن أنا ما ركزتش في الحتة دي. نتكلم. حاضر، اتفضل. يمكن يكون المثل بتاع السامرية يوضح كويس قوي المقابلة بتاع شخص أول مرة أشوفه. مقابلة بتاع شخص أول مرة أشوفه. من ضمن الحاجات اللي متجربة في الخدمة الفردية ان اقول لكم على حاجة مثلا حصلت زمان، ان كنا محتاجين حد يبقى عارف ازاي نأجر، زمان خالص يعني، ازاي نأجر كشافات من بتاعة الحفلات. يعني كنا عندنا حفلة قبل المباني بتاعة الخدمة ما تتبني، وكان في قاعة كده شوية يعني مش ألطف حاجة، وكنا عايزين نزينها ونعمل فيها مسرحية وبتاع، فمش عارفين منين يجيب الإضاءة اللي هي بتاعت المسرح دي. والحقيقة كان في أحد الشباب اللي هم يعني عنطر في نفسه كده، يعني ما لوش دعوة بالكنيسة، ويعني بتاع يعني هصة وزيطة دايما. فإحنا بنسأل فين وكده، قال يا جدعان ده من المطرية انتوا مش عارفين ولا ايه؟ طيب ماشي، فمنين في المطرية؟ انتوا مش عارفين اصل ده كذا كذا. فالحقيقه قلنا له كده فاضي انت فاضي دلوقتي؟ قال اه فاضي. طب ما تيجي نركب تاكسي ونروح مع بعض المكان اللي انت عايزه واللي انت تثق فيه وهنجيب من هناك.
فعينه نورت. ايه ده؟ ده بيعملوني باحترام، ده بيثقوا في رأيي، ده الخدام دول ايه يعني، بياخدوا يده كده معاه، مش بيحتقروني يعني، اصلا انا بتاع خناقات. فالسنارة غمزت. ايه بقى اللي حصل؟ ركب التاكسي، طلعنا. لا اتفضل انت يا فلان اتكلم. الله، وانا كمان انا هتفق واخلص ويبقى الخادم واقف ورا بيدفع بس. بس مين بيخلص؟ عنتر. فهو انبسط، رجع بقى ايه؟ متكيف، بيعتمدوا عليا، خدمتهم، ويحكي ويقول. وكده السنارة ايه؟ غمز خلاص. حد تاني، المسيح نفسه كان يعمل حاجات زي كده كتير يعني، حتى المسيح يبعت شوية حاجات كده، يقول لك روحوا ادخلوا القرية التي امامكم تجدان انسان حاملا جرة ماء. ده اللي هو مين؟ ماري مرقس. قولوا له اين نعد الفصح، هو يريكم علية، يلا ادخلوا معاه، اتصاحبوا عليه، يدخلكم بيته، يبقى بيته كنيسة. خلصت، السنارة غمزت. مرقس الرسول اتخدم خدمة فردية من وراء المقابلة دي. اللي حصل بعد كده ان مرقس الرسول وبيته واسرته وخاله برنابة وكل الناس بعد كده بقت مع ربنا. حاجات عجيبة من وراء السنارة الاولانية دي. ربنا بيبعت لنا الفرص دي واحنا ماشيين بقى، يعني واحنا ماشيين كده في الحياة، يبعت لي حاجة ممكن اعملها، اي حاجة. يقول كده رابح النفوس حكيم. ممكن ربنا يكون حاطط قدامي فرص كتير قوي لبعض الاشخاص، ولكن انا اللي مش بستفيد بيها. ربنا يدينا بقى استنارة نقدر نفهم ونوعى امتى وازاي وفين نقدر نصطاد. وارسلكم لتكونوا صيادي صيادي. صيادي يعني ايه صيادي؟ في فرص، اصل الصياد ده بينتهز الفرص. فات صحيح. ده صحيح. لو هو كان كل حاجة صحيح، دي بالذاتية. أنا متفق مع حضرتك. صفة أخيرة هقولها هي فكرة إن الخادم الفردي يكون حنون ويكون حازم. يكون حنون ويكون حازم. مش معنى إنه بيسمع كتير وحنين كتير يقبل حاجة غلط. يعني في مزج ما بين الحكمة والحزم، او الحنية والحزم، لان ممكن يكون المخدوم دلوقتي محتاج شوية حزم، ممكن المخدوم دلوقتي مش عايز حزم خالص، محتاج حضن. ودلوقتي ربنا بقى اللي دينا الاستنارة، نطلب من ربنا. يقول كده ان كان احد تعوزه الحكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى. فيعني معنى كده ان انا اطلب من ربنا كل مقابلة مع اي شخص، يا رب ديني حكمة، اقول ايه واعمل ايه لحسن اعك. وبرضو بعد المقابلة، يا رب من فضلك لو كنت عكيت صلح لي اللي انا عكيته، وخلي الولد يعني معلش انا مش عايز بجهل اضيع الفرصة واضيع ابنك منك. يبقى الخادم بيصلي قبل المقابلة وبيصلي كمان امتى؟ بعد المقابلة. المهم واثناء المقابلة طبعا. لما يكون الخادم بيبقى من قلبه مع ربنا، الولد بيشوف المسيح على الخادم، فما بياخدش وقت كتير ووعظ كتير. انما امتى بنطول في الكلام؟ لما الحقيقة الصورة بتاعت المسيح ما بتبقاش مطبوعة بوضوح، فبناخد وقت وصف يكفي جدا. يعني مرة جه واحد الأنبا أنطونيوس، احد الناس اللي بيطلبوا البركة والحكمة والارشاد، وكان ساكت خالص، فقال له يكفيني النظر الى وجهك مجرد بس، اصل انا شايف المسيح عليك. وهكذا يعني ربنا يدينا كلنا ان احنا نكون في يوم من الايام خدام فرديين ناجحين. ربنا يخليك. وطبعا دي اضافة جميلة نحب نقولها، يقول ليس كل انسان يستطيع ان يقوم بخدمة فردية، لازم يتمتع بروح الأبوة حتى وإن لم يكن كاهنا. طبعا أنا متفق معك، الكهنوت إذا خلى من الأبوة أصبحت وظيفة، ده صحيح. هو المرة الجاية بس اكتبوا ورقة كبيرة عشان تكبروا الخط، خلاص الواحد
الخدمة الفردية هي نعمة من الله يعطيها للخادم، بها يستطيع أن يشعر بالآخرين أولا متمثلا بفرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. وابونا بشوي كامل وابونا ميخائيل ابراهيم، الله عوضكم بتلحقونا لما نكون كده. ايه اشكركم على محبتكم واحتمالكم، ربنا يدينا نعمة لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور. تفضلي مس إيمان.